تابعنا مع حضراتكم جانبا من المؤتمر الخاص بالنقل الذكي الذي انطلق منذ قليل في أرض المعارض في دورته الخامسة وتحت عنوان مؤتمر النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجستيات، والذي سيستمر حتى يوم 8 من نوفمبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعقد هذه الدورة تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر، انطلاقا من توجيهات الرئيس بالعمل على توطين صناعات النقل السككي في مصر. يشهد المعرض مشاركة نحو 400 شركة عارضة من 23 دولة من المختصين في مجالات النقل واللوجستيات، ومن بينهم عدد من الشركات العالمية العملاقة التي تضم الأسماء اللامعة. كما يشهد رئيس مجلس الوزراء فعاليات المعرض توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية. ينضم الينا هاتفيا دكتور حسن مهدي استاذ هندسه النقل. دكتور حسن، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك اهلا وسهلا يا دكتور. الحقيقه دكتور، يعني هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمه الذي يعقد بشكل دوري، وهذه النسخه الخامسه. الحقيقه يبدو ان هناك تقدم كبير في وسائل النقل الجماعي في مصر، وبالطبع كما تابعنا مع حضرتك عبر الشاشه ان هناك تقدم ملحوظ في وسائل النقل الجماعي في مصر. صحيح، يعني هو منظومه النقل العام والنقل الجماعي الدوله اخذت على عاتقها من 2014 الاهتمام بقطاعات النقل بكافه وسائطه بما فيها وسائل النقل العام والجماعي، لان قطاع النقل قطاع خدم بيمس حياه المواطن اليوميه، وبالتالي اخذت خطوات سريعه وقويه لارتقاء مستوى الخدمه المقدمه للمواطن والاستفاده بالتكنولوجيات الحديثه، منها نظام النقل الذكي اللي تم تطبيقه في منظومة النقل الجماعي ومنظومة النقل البري بشكل عام للاستفادة من التقنيات الحديثة في تسهيل حركة المواطنين والحد من الازدحام ورفع معدلات الأمان على شبكة الطرق المصرية. نعم. طيب دكتور، بشكل عام كده الجديد اللي حضرتك تابعته في هذا المؤتمر، أو كيف رأيت يمكن الجديد حول هذا المؤتمر واختلافه عن العام السابق عليه؟ يعني هو المؤتمر في نسخته الحالية إضافة للنسخ السابقة، عشان المشاهد الكريم يبقى عارف، ليس هذا هو المؤتمر والمعرض الأول، ولكن هذه هي نسخة جديدة تم إضافة كثير من التقنيات أو الإضافات الجديدة على هامش المؤتمر في ندوتين، ندوة منهم عن إعادة تدوير الرصف المتقادم واستخدامه للحفاظ على البيئة وتخفيض تكلفة الإنشاء، وفي نفس الوقت نشر التكنولوجيات الخاصة بإعادة التدوير بشكل عام. وهناك ندوة أخرى على التكامل ما بين أجهزة الدولة وأجهزة والمجتمع المدني من أجل تحقيق أعلى معايير للأمن والسلامة على شبكة الطرق المصرية والوصول إلى الهدف المأمول وهو زيرو حوادث. علاوة على أن على هامش المؤتمر كما أشار التقرير في توقيع عدد من الاتفاقيات والاتفاقيات ما بين الجهات التابعة لوزارة النقل والجهات المعنية من شركات سواء كانت تابعة للدولة أو شركات قطاع خاص من أجل تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية اللي وزارة النقل دايما بتاخد خطوات سابقة من أجل الوصول إلى أعلى معايير التكنولوجيا للحفاظ على أصول وزارة النقل من مرافق النقل بشكل عام، وفي نفس الوقت الحد من الحوادث وتحقيق عايز اقول بيئة نقل جيدة وصديقة للبيئة. كل هذه الامور على هامش المؤتمر، هيكون في عدد من الندوات التخصصية، هيشارك فيها عدد من الباحثين من جامعات مصر، هيقدموا اخر ما توصلوا اليه من ابحاث في مجال تكنولوجيات النقل الذكي وتكنولوجيات وتقنيات النقل بشكل عام، سواء اذا كان اللوجستيات او النقل الذكي او السكه الحديد او النقل البري او انشاء وصيانه الطرق. وهيكون في عايز اقول شيء من تبادل الافكار بين الاكاديميين والتنفيذيين، وده اللي بنهدف اليه، ان يكون في دايما لينك بين الاكاديميا والصناعه، عشان يبقى في الاخر البحث العلمي له مردود على ارض الواقع ويستفيد منه المجتمع وتستفيد منه الوزاره والدولة بالتبعية. نعم.
طيب دكتور حسن، الحقيقه السؤال المهم جدا، متى الناس او متى المواطنين يقتنعون باستخدام وسائل النقل العام ويكون هناك تقليل واضح في استخدام السيارات كما يحدث في دول العالم المتقدمه؟ الاعتماد الكلي على وسائل النقل الجماعي هو البارز في المجتمع، وليس استخدام السيارات الشخصيه في جميع التنقلات بل هي وسائل النقل العام. متى نصل لهذه النقطه تحديدا دكتور حسن، نبقى يعني الجميع يستخدم وسائل النقل العام وفي قلة في استخدام السيارات، وهذا طبعا يوفر في البيئة ويوفر في الطاقة ويوفر في الوقود، والحقيقة ده بينعكس بالإجابة على الموازنة العامة للدولة؟ يعني كلام حضرتك مظبوط، واحنا اوريدي شغالين في هذا الاتجاه. عايز بس ادي معلومات بسيطة، ان ملكية العربة في مصر ليست مرتفعة كباقي الدول الاوروبية. احنا عندنا كل العربيات المسجلة في الجمهورية لا تزيد عن من 8 ل 10 مليون مركبة، وبالتالي ما يتم من مشروعات نقل عام ونقل جماعي لا يخدم فقط مالك السيارات ولكن يخدم كل فئات المجتمع. فلما نتكلم عن الجودة والطفرة اللي تمت في وسائل النقل العام والجماعي، هنلاقي ان في عندنا تطوير كبير جدا ادى الى اعادة الثقة بين المواطن وبين خدمات النقل العام والجماعي، وده هيخليني طواعية دون اجبار ان انا اسيب عربيتي لو انا مالك سيارة واستخدم وسائل النقل العام والجماعي، سواء اذا كان مترو انفاق، سواء اذا كان مونوريل، او سواء اذا كان قطار كهربائي خفيف، او ان شاء الله قريبا البي ار تي الاتوبيس الحافلات النقل السريع، او مجازا يطلق عليها الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري واللي هيكون بديل للميكروباص. لما يكون في كمان تكامليه للخدمه ما بين وسائل النقل اللي انا ذكرتها وتيكت واحد تستطيع انك تستخدم كل هذه الوسائل، فده هيوفر وقت ويوفر فلوس على المواطن، وبالتالي ده كله ادوات جذب هتخلي المواطن طواعيه انه يسيب عربيته ويستخدم وسائل النقل العام والجماعي. ويمكن محطات وسائل النقل دلوقتي بقت مزوده بباركينج او ساحات انتظار للسيارات، فانا ممكن ان انا اسيب عربيتي في ساحه الانتظار الخاصه بالقطار الخفيف مثلا واركب القطار الخفيف، اتحرك وانتقل منه الى المترو، انتقل منه الى البي ار تي، واخلص مشواري واخر اليوم ارجع اخذ عربيتي. وبالتالي كل هذه الخدمات لم تكن معهودة ولم تكن موجودة، فبالتالي لما وفر هذه الخدمات هيخلي وسائل النقل يبقى لها عايز اقول قوي ما بيننا وما بين المواطن، ان يعاد الثقة بين المواطن وما بين وسائل النقل العام، وخصوصا مرافق زي السكة الحديد اللي التطوير اللي تم فيها خلى الثقه تعود بين المواطن وبالفرق، واصبح دلوقتي عندنا كثير من القطارات زي الثلج والمكيف والتكييف الديناميكي او التهويه الديناميكيه والروسي، وكل هذه الادوات والوسائل خلت كل شرائح المجتمع تستطيع انها تستخدم السكه الحديد. عشان كده بقول لك وسائل النقل العام والجماعي ليست موجهه لمالكي السيارات ولكن لكل وسائل المجتمع. نعم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه النقل بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا ده كان استعراض سريع ومتابعه سريعه لوقائع افتتاح الدوره الخامسه لمعرض ومؤتمر النقل الذكي والاخضر والبنيه التحتيه الذي اقيم تحت شعار توطين صناعه وسائل النقل في مصر، انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعات النقل السككي في مصر. يشارك في هذا المعرض أكثر من 400 شركة عارضة من 23 دولة من المتخصصين في مجالات النقل واللوجستيات. طبعا نتابع حضراتكم الآن موجز الأخبار، وبالطبع المتابعة مستمرة دائما على شاشة النيل الأخبار وموجز الأخبار بعد الفصل.